شهدت كما شاهدنا قبل قليل بعض المناوشات والأحداث المؤسفة بين بعض من أعضاء الجمعية العامة. إذن مشاهدينا نذكر بأن كريمة طالب باتت رسميا رئيسة للاتحادية الجزائرية لكرة اليد. لا أدري إن كانت تصور جاهزة بمركب 5 جويلية. رفقة زميل محمد نجيب هنان، تفضل وأنت متواجد برفقة رئيسة الجديدة لاتحادية كرة اليد، تفضل نجيب. تحية لكم، أهلا وسهلا، مرحبا، وأخيرا تعرفنا على الرئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة اليد بعد أشهر من الانتظار. هنيئا سيدة كريمة طالب، أكيد ربما نتيجة ساحقة، واحدة من ربما النتائج، ربما أنت شخصيا كنت متوقعة اليوم. ربما أنا أول سؤال ربما يجيني في البال هو أنت كنت محسوبة على المكتب السابق وتلقيتي اليوم انتقادات، ورغم ذلك طلعتي وأكدتي بأنه اليوم أنا جيت بصفحة جديدة وبعقلية جديدة، اليوم واش تقولي لنا اليوم؟ مبروك عليك. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا كنا في المكتب السابق ما كناش مجرمين ولا، بالعكس خدمنا واش نقدروا في كرة اليد. الناس اللي عرفتنا من في المكتب السابق عاوننا الجميع ودرنا واش قدرنا نديروا. الحمد لله جاء الإنصاف تاعنا من وزير الشباب والرياضة اللي نشكروه بالمناسبة، اللي كانت الوزارة ولأول مرة حيادية في جميع المستويات، ما دخلت حتى في مترشح، الصندوق اللي مد للمترشحين. إن شاء الله يا ربي نكونوا على حسن الظن، وأنا كنت كونفيونت باسكو نسال الناس اللي مشات معايا من الأول، رجال وعندهم كلمة. تحدي كبيرة وينتظر فيك، نعرف بأن الكرة الصغيرة راهي مريضة سيدة كريمة، اليوم ربما برنامج كبيرة ويستنى فيك وتحديات، كيفاش راكي موجدة روحك؟ العهد هذه ما بقالهاش بزاف. بون أنا على بالي بلي تحدي كبير، كاين مشاكل في جميع النواحي، بصح أنا قررت أني نخوض هاد التجربة، ولازم واحد يضحي ويبدا يخدم. إن شاء الله أنا راني عندي برنامج نبدا نخدم وما عندي حتى فائدة، راني جاية نخدم للجميع وإن شاء الله نتعاونوا الكل. والهدف تاعنا الأول أنه نديروا يد واحدة ونوليوا كرة اليد يد واحدة، باسكو هذا واش ناقصنا، لازم نتحدوا باش نطوروا اللعبة تاعنا. سيدة كريمة، أنا نستغل الفرصة اليوم ونتكلمك على المنتخب الأول، ربما راهو مقبل على منافسة كبيرة اللي هي بطولة العالم، ربما توقعاتك وشنو هي البرنامج على المنتخب هذا، ربما خاصة أنه الناس كامل شكات منه وشكات من الظروف تاع التحضير. دو احنا في البرنامج تاعنا باذن الله راح نوفروا جميع الظروف الملائمه للمنتخب الاول. بيان سيغ تشكي اي حاجه، كاين الظروف اللي كانت كاينه ما تخليناش نقدروا نديروا نتيجه ايجابيه، احنا راح نسيو نصحوا واش نقدروا نصحوا، حتى هذا الفتره نخدموا مباشره، ابخي ان شاء الله يكون بروجرام تاع سنوات خاصه في الفئات الصغرى، اللي ان شاء الله في شهر ديسمبر جميع الفئات الصغرى راح تدخل تربصات، وعندنا برنامج ان شاء الله النهوض بكرة اليد من التحت وطلع. صراحة حتى خلقت روحي على بالي بلي التهاني راهم يلحقوك، حتى الهاتف ربما ما حبش، ربما اليوم كنت توقع هذه النتيجة الساحقة 67 مقابل 20. والله غير هذا صراحة هذا هو الحساب اللي حسبناه والحمد لله وصلنا ليه، دوك ما كانش خيانة في الناس اللي وعدونا ويعطيهم الصحة، ونعاود نشكر الرجال اللي وقفت معايا من الأول للآخر. شكرا جزيلا، بارك الله فيك. طبعا هذه كريمة طالب رئيس الجديد للاتحادية الجزائرية لكرة اليد، التي ربما منذ صبيحة كانت تتلقى الدعم بدر الدين، وكانت تؤكد بأنها جاءت ببرنامج جدي، وربما يجب طي صفحة المكتب. نعم نجيب، لأنها كما هو معلوم كانت ضمن المكتب السابق الذي ربما تم إيقافه برئاسة الرئيس السابق الحبيب لاظان الذي ربما توبع قضائيا. هذه المرأة ربما جاءت بتحدي كبير جدا اليوم أمام ربما العديد من الشخصيات التي كانت تسعى لربما كرسي الرئاسة، طبعا مترشحين ربما انسحب
يتعلق الأمر بديسي خليل ودوبالا مصطفى اللذان ربما ينسحبا في آخر لحظة، فيما اكتفى عبد المجيد بوزيد ب الحصول على 20 صوت هي النتائج. نعم مجيد نجيب توصل الانتخابات بدرديل لأن الأمر سيتعلق بعد قليل بانتخابات الأمين العام للاتحادية الجزائرية لكرة اليد وكذلك أمين المخزن للتريزوري وكذلك أعضاء المكتب الفيدرالي الذي طبعا هي الانتخابات التي ستنطلق بعد قليل بدرديل. نجيب إن كنت في الاستماع، نتيجة ساحقة في الجولة الأخيرة من الانتخابات لصالح كريمة طالب بنتيجة 67 صوتا مقابل 20 للمترشح الآخر بوزيد، ربما ما هي الأمور أو ما هي الخطوط العريضة لبرنامج الرئيسة الجديدة لاتحادية كرة اليد والتي كانت سببا في تسجيل هذه النتيجة الكبيرة؟ نعم بدر الدين، طبعا هذه المرأة وهذه السيدة كانت في تدخلها قبل بداية الانتخابات أكدت وقالت بأن الميزة التي تميزها هي الاستماع، ستستمع للجميع للمنتقدين للمؤيدين كل من له ربما علاقة مباشرة أو غير مباشرة بكرة اليد ستكون طبعا مصغية لهؤلاء من أجل النهوض بكرة اليد. تحدثت عن المنتخب الأول وعن الفئة وتحدثت كذلك عن ربما تحدثت عن طبعا هذا هو المباشر تحدثت عن الرياضة المدرسية وقرب طبعا إنشاء علاقات مع المدارس ووزارة التربية من أجل طبعا التركيز على النشأ القادم في كرة اليد والنهوض بجيل جديد. نعم نجيب، الكرة الصغيرة كرة اليد التي تبقى مريضة. نعم نجيب، ربما الفئات الصغرى وصولا الى المنتخب الاول. السيدة كذلك تحدثت. نعم نجيب شكرا لك، كنت معنا مباشرة من قاعة المحاضرات بمركب 5 جويليا الأولمبي والتي شهد فقط لأنه السبيل الوحيد من أجل الأخذ بكرة اليد إلى بر الأمان. طبعا هو برنامج. شكرا لك نجيب هنان، كنت معنا مباشرة من مركب 5 جويليا الأولمبي والذي شهد انتخاب. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا. النهار منصتكم الإشهارية، اختر منصتك لإعلان إشهارك. أول موقع إخباري في الجزائر، تويتر، إنستغرام، فيسبوك، يوتيوب. للمزيد من المعلومات يرجى التواصل معنا.